قرارات الهجوم الذي نفذته مجموعة من المتمردين اليوم على عدد من المواطنين العزل في عدد من مناطق شمال كردفان. نحن نؤكد أننا أعلنا التعبئة في كل جامعات شمال كردفان. جامعة كردفان انطلقت منها مجموعة من الطلاب استعدادا للبذل والعطاء استعدادا للدفاع عن الوطن. نحن نؤكد جاهزية القطاع الطلابي لرد المعتدين ووقوفنا صفا واحدا مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.